ومهم قوي ان مش الرساله بس للمصريين الطيبين وحتى للاشرار. لما حصل الكلام ده من سنين كنا بنقول ان الموضوع ده في يوم من الايام هينتهي، ومفيش ارهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد. مفيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين